السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً بحضراتكم معلمي وموجهي التعليم الفني وجميع العاملين بمدارس التعليم الفني المطبق بها منهجية الجدارات المهنية. أه برحب بحضراتكم في حلقة جديدة عن الأسئلة الشائعة في منظومة التقييم والتحقق لبرامج التعليم الفني الجديدة المبنية على منهجية الجدارات المهنية. هنحاول ان شاء الله في حلقه النهارده على قد ما نقدر نجاوب على كافه الاستفسارات والتساؤلات المهمه اللي احنا قدرنا نطلع بيها من الميدان من خلال تطبيق المنظومه ونحاول نقدر نوحد افكارنا والاجابات بتاعتنا باذن الله برحب بحضراتكم معكم الدكتور السيد حامد مدير الجوده بقطاع التعليم الفني بديوان عام وزاره التربيه والتعليم هنبدا باول سؤال ان شاء الله النهارده في حلقتنا وهو عن دور الموجه دور الموجه يعني كتير من الزملاء بتيجي تسال عن دور الموجه الفني في منظومه الجدرات ايه بصراحه احنا عندنا المقيم او المعلم لدور في محقق داخلي والكلام ده احنا احنا اتكلمنا فيه قبل كده في الحلقات السابقة تكلمنا عن دور المحقق الداخلي تكلمنا عن دور المحقق الخارجي الدور أدوار المقيمين دور مدير المدرسة بالنسبة بس المواجهين لهم دور مهم هو الدور بالنسبة دورهم ان طبعا في وصف وظيفي لدور الموجه وده اللي احنا بنلتزم به ان التوجيه طبعا الفني بيأدي دوره في منظومة الجدارات في ضوء اختصاصاته الفنية زي ما انا قلت في ضوء الوصف الوظيفي اللي هو وفق القانون 155 بحيث الاقتصاد دي ما تتعارضش مع دور المقيمين ولا دور المحققين الداخليين يعني ما بتدخلش في دور المحقق الداخلي يبقى تاني يا جماعه دور او ممكن نلخصها في ان دور الخاص بالموجه اللي هو خاص بعمليات التدريس ويتابع خطط التدريس اللي الخاصه بالمعلمين لو في خامات المناهج الكلام اما بالنسبه لعمل التقييم الموجه ما بيدخلش خالص او اطلاقا في اعمال التقييم الخاصه بالمقيم ولا ادوار المحقق الداخلي ده باختصار دور الموجه هنشوف مع حضراتكم برضو سؤال تاني جالنا من الميدان بالنسبه للطالب بقى اللي هو الذي لم يجتاز وحده او وحدتين هل الطالب ده يحق له دخول الدور الثاني؟ احنا عملنا النسبة كان في عندنا في فرصة أولى وفي فرصة تانية وفي فرصة تالتة أه بالنسبة للطالب بقى اللي هو اللي ما يكتسش واحدة أو وحدتين ده بالنسبة له ده بي إيه بي من حقه إن هو يقدر يخش على أو يقدر يلتحق بالدور التاني طبعا الدور التاني ده في نهاية العام الدراسي أه الترم الأولاني أو نهاية الفصل الدراسي الأول في برنامج علاجي طيب هنفترض هو في الطالب ما اكتسش فيه برضو في معاه واحدة ودخل على الترم الثاني ومعاه وحدة تانية يبقى أصبح كده معاه وحدتين آه طيب إيه الحل بتاعه ده من حقه إن هو يخش الدور الثاني طيب من ضمنهم اللي هي الجذرات الأساسية اللي هي المواد الثقافية يعني إحنا بنعتبر المادة الثقافية دي بنعتبرها آه وحدة دراسية يعني اللغه الانجليزيه احنا بنعتبرها وحده اللغه العربيه وحده يعني لو طالب معاه وحده اللي هي من الجدارات الاساسيه بالاضافه لوحده فنيه دي بتعتبر كده معاه وحدتين وحدتين ده من حقه ان هو يخش الدور الثاني في بالنسبه للطالب بقى المتغيب في وحده او وحدتين في طالب اللي احنا السؤال اللي قبل كده اللي هو لم يجتاز كلمه لم يجتاز يعني الطالب دخل وتم تدريسه اللي درس وتم تقييمه ومكتسب، الطالب بقى المتغيب برضه بالنسبه للطالب المتغيب من حقه ان هو يخش الدور الثاني سواء في واحدة او وحدتين آه، الى الان احنا طبعا الكلام ده كله في ضوء لائحه التقييم والتحقق آه، المعتمده من السيد وزير التربيه والتعليم. آه، ممكن في تغييرات؟ اه ممكن تحصل تغييرات لان احنا المنظومه لسه جديده فبالطبع بيحصل عمال اعمال تغيير حسب التطبيق والواقع ده بالنسبه للطالب المتغيب في وحده او وحدتين هل يحق له دخول الدور الثاني طبعا من حقه ان هو ان هو يخش الدور الثاني طبقا لقانون التعليم لانه من حقه ان هو قانون التعليم والقرارات الوزاريه من حق الو الطالب ان هو يكون له دور ثاني فما يزيدش عن وحده او وحدتين ده من حقه ان هو يخش الدور الثاني. طيب بالنسبه بقى السؤال جالنا كمان الطالب ده بالنسبه للطالب المتغيب في اكثر من وحده الطالب ده من حقه ان هو يخش او يدخل الدور الثاني الاكثر من وحده وفق لائحه التقييم والتحقق ده بيعتبر الطالب راسب يعني بالنسبه للطالب المتغيب في اكثر من وحدتين يعني بقى 3 أربعة خمسة الطالب ده ليس له الحق دخول برنامج علاجي بالتالي ملهوش ايه دور تاني ويعتبر راسب وبيتم اعادة الدراسة في الوحدات التي رسب فيها يعني بالنسبة للوحدات اللي هي رسب فيها فقط هي اللي بيتم يعيد السنة فيها يعني ما بيعيدش في كل المواد يبقى ده بالنسبة لسؤال مهم جالنا اللي هو بالنسبة للطالب اللي هو رسب او لم يجتاز وحده اكثر من ثلاث وحدات، الطالب بقى الذي لم يجتاز وحدتين في الدور الثاني، الطالب دلوقتي عندنا دخل الدور الثاني واحنا قلنا من حقه ان هو يخش يدخل الدور الثاني في وحده او وحدتين، طيب هو دخل الدور الثاني ورصف فيهم كمان ده ايه؟ هل يعتبر راسب؟ طبعا هنا ملوش بقى فرصه كمان. احنا بنقول هنا يعتبر الطالب راسب وبيحق له إعادة العام الدراسي في الوحدات اللي رسب فيها يعني ممكن هنا وهنا هيتم إعادة الدراسة في الوحدتين فقط ولو كان رسب في وحدة واحدة بس بيعيد السنة كلها عليها في العام التالي يبقى إيه الطالب الذي لم يجتاز وحدة ووحدتين في الدور الثاني يعتبر راسب ويحق له إعادة العام الدراسي في الوحدات التي رسب فيها فقط ايه الدور الثاني او بتنفي الدور الثاني إيه؟, ايه الدور الثاني ببساطه يا جماعه هو اعمال تقييم للطالب اللي هو الغير جدير او الطالب المتغيب احنا لان قلنا من حق الطالب اللي هو الذي لم يجتاز او الطالب المتغيب ان هو يحق إيه له دخول الدور الثاني فهنا بالتالي احنا بيتعمل له برنامج علاجي في مده لا تقل عن 15 يوم وبيتم اعاده تقييمه ويتم اعداد الملف الخاص اللي هي بملف الادله اللي بيتم فيها اعمال التقييم بتاعته خلال ال 15 يوم يبقى الدور الثاني ده هو اعمال تقييم للطالب. الدور الاول كان فيه ثلاث فرص اللي هي في البرنامج العلاجي في نهايه الفصل الدراسي الاول وليه برنامج علاجي في الفصل الدراسي الثاني، الدور الثاني برضو ليه برنامج علاجي لا يقل عن 15 يوم وده طبعا حسب المخرجات اللي موجوده في الوحده. مواعيد البرنامج العلاجي. ناس كتير كانت تسال عن مواعيد البرنامج العلاجي. زي ما انا قلت البرنامج العلاجي ده بيتم في نهايه الفصل الدراسي الاول وطبعا وفي نهايه الفصل الدراسي الثاني وطبعا لأي عدد من المخرجات، آه بالنسبة لكل وحدات، بشرط إن هو ما يكونش متغيب كليا في الوحدة، ده بالنسبة للبرنامج العلاجي، لأن أول ما أذكر كلمة برنامج علاجي، بقى ده قلنا شرط إن هو ما يكونش متغيب في خالص الوحدة، إنما كان لنا إحنا الظروف السنة دي في تطبيق المنظومة. آه ان احنا, احنا دخلنا الطلبه المتغيبين لان كان لها ظروف آه ان الطلبه كان ما فاحنا آه ان شاء الله يعني بالنسبه في الايام اللي جايه آه في قرارات تانية هتحصل في تغييرات برضو خاصه بالطالب المتغيب وهيكون ليه لائحه ماليه خاصه ليه ده بالنسبه للطالب المتغيب آه هل له ان هو برنامج علاجي ولا لا طيب في سؤال كمان هل يجوز للطالب المحروم دخول الدور الثاني هنا عندي بقى الطالب ده كان بيغيب خالص هل من حق ان هو يخش الدور الثاني هنا في الحالة دي يعني ايه طالب محروم ده الطالب اللي هو الذي لم يحقق نسبة الحضور 75% في البرنامج الدراسي طبعا هنا الشاملة الايه الجزء العملي لو احنا بنتكلم في النظام القديم كان بيتكلم في جزء العمل انما هنا بنتكلم على البرنامج الدراسي ككل اللي هي ال 75% نسبه العمل والنظري هنا في الحاله دي لا يحق له دخول الدور الثاني ويعتبر راسب اللي هو بقى ما بيحققش نسبه ال 75% ده لا يحق له دخول الدور الثاني ويعتبر راسب ويحق له اعاده العام الدراسي في جميع الوحدات الطالب المحروم مختلف تماما عن الطالب المتغيب مختلف تماما عن الطالب الذي لم يجتاز الطالب اللي لم يجتاز او لم والمتغيب بيتم اعاده الوحدات في اللي هي ايه اللي هي لم يجتازها بيعيد السنه كلها في سواء كان واحده او وحدتين اما بالنسبه للطالب المحروم ده بيتم راسب يعتبر راسب وبيحق له اعاده العام الدراسي في جميع الوحدات سواء كان بقى هنا قدرات تتكلم على الجدرات الاساسيه والجدرات الفنيه. سؤال كمان جالنا ما حال الطالب الباقي للاعاده في العام الدراسي وغير جدير بعد في اكثر من وحدتين من واحد او وحدتين في الفصل الدراسي الثاني. السؤال ده يعني فيما معناه ان انا يعني عندي طالب مثلا باقي للاعاده. يعني هو بيعيد في سنة تانية بعيدها وفي ذلك في سنة تانية الطالب ده في واحدة أو وحدتين شالهم كمان ورصف فيهم إيه الحل؟ بالنسبة للطالب اللي هو بيعيد السنة مر مرتين ده وفق القانون والقرارات الوزارية المنوطة بذلك هنا بيتم الطالب الباقي للإعادة في العام الدراسي وغير جدير ده بيعتبر راسب وبذلك هنا هنا ايه اللي بيحصل؟ هنا استنفذ عدد مرات البقاء في الصف الدراسي يعني هنا دي, وف دي حتى في القانون التعليم ده اللي احنا شغالين بيه حتى الان وبيتم تحويله على نظام العمال طبقاً لقانون التعليم والقرارات الوزاريه في حد بيقول لي دلوقتي طيب يا دكتور طب احنا انت قلت قبل كده نظام العمال هل بيخش منظومته ان شاء الله نظام العمال والخدمات والدمج ليهم نظام بالنسبه ان هم ليهم الحق ان هم يخشوا نظام الجدرات لان نظام الجدرات هيطبق علي كافه النوعيات وكافه مدارس التعليم الفني يبقى هنا الطالب اللي هو اللي استنفذ عدد مرات الرسوب ده من حقه ان هو يتم تحويله علي نظام العمال طبقا لقانون التعليم والقرارات الوزاريه المنظمه لذلك. الدراسة بقى بمنظومة الجدارات هل هي صفوف دراسية؟ هنا بالنسبة لمنظومة الجدارات في مصطلحات بقى بتتغير معانا، يعني مصطلح المادة بنقول هنا في المقابل ليه في منظومة الجدارات هو الوحدة. هنا المدارس بمنظومة الجدارات عبارة عن برامج فنية، طبعا. وفق كل نوعيه لها مجموعه من البرامج. يعني لو اتكلمنا مثلا على التعليم التجاري في عندنا اربع برامج زي فني كاتب حسابات، فني سكرتير، فني مبيعات، فني تامينات. لو جينا نتكلم على برنامج آه الخاص بتخصص آه مثلا آه الـ الـ كمان هنا برضو حكايه برنامج احنا اللي هو مقابل للتخصص قبل كده. يعني احنا بنقول برنامج كان قبل كده بنقول عليه تخصص آه على سبيل المثال مثلا ايه الكهرباء كنا بنقول على تخصص الكهرباء لا دلوقتي اصبح برنامج فني تركيبات كهربيه يعني كان الاول بنقول عليه تخصص آه تركيبات كهربيه دلوقتي فني تركيبات كهربيه آه كان تخصص تبريد اصبح فني آه تبريد وتكييف والبرنامج ده طبعا زي ما احنا شرحنا قبل كده وتعلمنا قلنا عباره عن مجموعه من الوحدات بيتم تدريسها على مدار الصفوف الدراسيه اللي هم اللي هم الثلاث سنوات ده بالنسبه للمنهج الصفوف الدراسيه كلمه جداره يعني ايه كلمه جداره؟ آه كلمه جداره ببساطه دي بنقول عليها التطبيق الواضح للمعارف والمهارات والاتجاهات المطلوبه للعمل آه في مجال ما وفقا لمعايير محددة أو وظيفة محددة أو مهنة محددة يبقى أنا عندي هنا مثلث في ثلاث زوايا بالنسبة للجدارة في عندي مهارة سكيلز اللي هي المهارات وعندي المعارف وعندي اللي هي الاتجاهات دي كلها الثلاث حاجات دول هم التطبيق الواضح ليهم وهي في نفس الوقت اللي احنا بنقول عليها الايه الجدارة كيف يكون التقييم طبعا في لائحة التقييم والتحقق عندي هنا في خاصة بمنظومة التقييم والتحقق بيكون قائم على عملية إصدار الأحكام والأدلة التي تم جمعها بشأن ما إذا ما كان قد تحقيق الجدارة أم لم يتم تحقيق يبقى هنا ما حكم على الأدلة اللي احنا بتم جمعها وطبعا هنا عندي أدلة التعلم اللي هي في دليل الاداء ودليل المنتج ودليل التساؤل احنا بنجمعها ده بنصدر بقى حكم على الادله دي دي احنا بنسميها عمليات التقييم فالتقييم في الاخر بنصدر حكم بنقول الطالب هل هنا جدير ام غير جدير هل المنهج الدراسي لمنظومة الجدارات هو نفس المنهج المتبع سابقا في النظام العادي طبعا المنهج المبني على منهجية الجدارات هو منهج بيركز على ما يتوقع الـ 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 من المتعلمين القيام به من جدارات لمهنة معينة لذا فهو منهج يركز على المتعلم هنا المنهج الخاص بالجدارات بيركز قوي على السكيلز او المهارات او الاداء العملي للطالب بعكس كان المنهج التقليدي ان هو كان بيركز برضو على المعارف هنا المنهج بيركز على ما يتوقع من المتعلمين القيام به اللي هم بيشتغلوا به لجدرات لمهنه معينه طبعا ده وفق الاحتياجات المتغيرة الخاصة بالمتعلمين والمعلمين في مواد التعليم والتعلم والتقويم المطلوبة الخاصه بعمليات التدريس يبقى ده ببساطه المنهج المبني على منهجيه الجدرات آه سؤال جالنا عن كيفيه توريد الرسوم الخاصه بالبرنامج العلاجي وطبعا احنا عارفين الـ الـ البرنامج العلاجي ده بيتم للفرصه الثالثه احنا عندنا الطالب بيمر بتلات فرص في فرصه اولى ودي بتتم آه بتكون مجانا ومن حقه ان هو خلال 15 يوم بعد اسبوعين ان هو بيخش الفرصه الثانيه ودي فتره من يعني ممكن يعني مش شرط ان هو يفضل الطالب لغايه 15 يوم قلنا خلال فتره ال 15 يوم يعني من بعد التقييم لغايه 15 يوم يعني ممكن يتقيم بعدها بساعه يعني حسب المخرج ممكن يتقيم بعدها بساعتين ممكن يتقيم بعدها بيوم او بيومين يعني يعني اللي هي الفرصه الثانيه خلال 15 يوم بعد اسبوعين آه بعدها في بيتم فرصة آه تالتة ودي بتكون آه من خلال برنامج علاجي في نهاية الفصل الدراسي الأول ودي بيتم فيها تقييم الطالب بالفرصة التالتة ده الرسوم ازاي او توريد الرسوم الوحدة الوحدة 150 150 جنيه وفق اليات الصرف الخاصة بالبرامج آه العلاجية لمنظومة التقييم والتحقق بيتم توريد ال 150 جنيه على حساب المدرسه بالاداره التعليميه وده من خلال سكرتير المدرسه عن طريق ايصال الطالب بيدفع ال 150 جنيه عشان يقدر يخش البرنامج العلاجي من غير ما يدفع رسوم مش من حقه ان هو يدخل البرنامج العلاجي ده بالنسبه لي خاصة بتوريد ال 150 جنيه عن كل وحده دراسيه. في سؤال مهم برضه الطالب غاب الفصل الدراسي الأول في جميع وحدات الدراسة هل له برنامج علاجي؟ احنا قلنا وحدتين قلنا البرنامج العلاجي في تعريف البرنامج العلاجي ان هو بيتم لعدد لأي عدد من المخرجات وأي عدد من الوحدات ده في الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني أما في الدور الثاني لوحدة او وحدتين لان احنا اعتبرنا اكتر من تلات وحدات ده بيعتبر هنا ايه راسب الولد اللي بيشيل اكتر من تلات وحدات بيعتبر راسب وحدتين بيعتبر ان ايه عادي بتنقل بيه يبقى هنا في نهاية الفصل الدراسي الاول الولد مثلا سي يعني لم يجتاز تلات وحدات هو من حقه ان هو يخش التلات وحدين. رصب فيهم بعد الفرصه الثالثه خلاص بقى آه ده يعتبر راسب، اما لو اجتاز آه وحدتين من حقه ان هو يدخل الدور الثاني. آه سؤال مهم كمان آه جالنا آه بالنسبه للطالب الجدارات له من حقه دخول الكليات والجامعات والمعاهد. هل من حق الطالب جدارتك؟ وسؤال مهم احنا بس حابين نطل... نطمن ابنائنا الطلاب وده وفق لائحه التقييم والتحقق ان الطالب من حقه ان هو هيحصل على شهادتين، في شهاده خاصه هتكون بدرجات عن طريق التقييم النهائي اللي هو الفاينل اسسمنت دوت هيكون في نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الدبلوم وده من خلال الشهادة الدرجات هيلتحق بالتنسيق ومن حقه بقى يدخل على حسب درجاته وتنسيقه يدخل الجامعة والكليات أو المعاهد الشهادة التانية هتكون خاصة بالجدارات اللي هي اللي هو اللي هي وده من حقه ان هو يشتغل فيها في سوق العمل ده ببساطه يبقى هنا من حق الطالب دخول المعاهد زي الطالب العادي طبعا هنا حسب اللائحه المؤتمر زي ما انا قلت بيتم تشكيل لجنه من رجال الصناعه والوزاره وذلك لتحويل ملف الانجاز ده هيكون عليه 100 درجه طبعا رجال الصناعه هيروحوا مع مقيمين من وزاره التربيه والتعليم هذه هي اللجنه اللي احنا بنتكلم عنها اللجنه ديت هتروح هي هتتقيم بقى ملف الانجاز فتم تحويل ملف الانجاز ل 100 درجه بيتم تكليف الطالب بمهمه بتنفذ داخل المعمل او الورشه عباره عن يومين بدرجه 350 درجه يبقى انا عندي 100 درجه ملف انجاز وعندي اختبار نهائي 350 ادي كده عندي 450 درجه الجدرات الاساسيه اللي احنا بنسميها اللي هي المواد الثقافيه دي عليها 150 درجة لما نيجي نجمع بقى 100 درجة لملف الإنجاز و350 للمهمة و150 للجدرات الأساسية كده أنا عندي النهاية العظمى للدرجات 600 درجة آه هنا هنقدر نفرق بقى بين الطلبة من خلال بقى الإيه الدرجات آه طبعا هنا هيحصل الطالب على الشهاده بتاعته وهو هنا من من حقه ان هو يبدا يدخل التنسيق ويبدا من حقه ان هو ايه اشتغل ده بالنسبة لملف الانجاز والمهمة والجدارات الاساسية سؤال مهم كمان اين يتم الاحتفاظ بسجلات التقييم والادلة الخاصة بالطلبة وازاي هنقدر نتعامل معه بعد ما بنتهي الطالب من الخاصه بالادله بيتم ال... احنا قلنا بيتم الاحتفاظ بها بورتفوليو اللي هو بنسميه ملف الانجاز ب... ب... اين بيتم الاحتفاظ به بيتم الاحتفاظ فيه طبعا في مكان امن ومؤمن بنسميه اللي هي غرفه التقييم والتحقق الموجوده بالمدرسه غرفه التقييم والتحقق الموجوده بالمدرسه ودي عباره عن سجلات دقيقة لجميع عمليات التقييم وقراراته وطبعا احنا بنقول هنا مكان آمن ومؤمن طبعا يعني ده بيعتبر بمثابة اللي هي الكنترول بيتم الاحتفاظ بها عن طريق السجلات والسجلات دي طبعا بيتم الاحتفاظ بها. وبتكون هي معتمدة طبعا من بختم إدارة المدرسة زي ما هو زي ما انا قلت بيتم التوقيع عليها من قبل المقيمين واستخدامها اثناء عمليات التقييم واعاده التقييم طبعا ده كله بيتم تخزينه بشكل امن مع عدلة الطالب اللي هي في داخل ملف الانجاز اللجنه بقى احنا انا ذكرت كلمه اللي هي لجنه غرفه التقييم والتحقق لجنه اللي هي خاصه بالتقييم والتحقق مين المسؤول عنها وعن تشكيلها طبعا اللي بيشكل اللجنه دي المدير اداره المدرسه وهي عباره عن او بتتكون من احد وكلاء المدرسه رئيسا يبقى رئيس اللجنه هو وكيل المدرسه بتتكون من عضو من اعضاء هيئه التدريس من كل برنامج يعني المدرسه لو فيها اربع برامج وليكن مثلا فني ملابس جاهزه فني تركيبات كهربيه فني زخرفه واعلان فني سيارات يبقى انا عندي هنا اربع برامج يبقى هتشكل لجنه من اربع اعضاء هيئه تدريس اللي احنا بنسميه المعلم المشرف اثنين من العاملين او الاداريين بالمدرسه بمعدل واحد لكل 500 طالب يعني ايه؟ يعني المدرسه عندي لو كلها 15 خمس... عندي 500 طالب اذا هيكون عندي هنا اللي عندي ال... عندي اللجنه تحتوي على واحد اداري فقط لو اكتر من كده بيتم بنزود كمان واحد مسؤوليات بقى وادوار لجنه التقييم والتحقق بالمدرسه مسؤوليتها ايه طبعا اللجنه دي مسؤوله عن جميع تسجيل التقييمات المستمره للطلاب لان احنا عارفين هنا بالنسبه للتقييم ده بيكون على مدار العام الدراسي بيتم وفقا للقدرات المحدده لكل طالب لكل وحده فيها هنا بيتم بيتم استلام الملفات والادله الخاصه بالطالب بعد تقييمها داخليا من قبل المقيمين وقلنا بيتم تخزينها بشكل امن بعد ما احنا بنخزن ملفات اللي هي البورتفوليو داخل اللجنه طبعا اللجنه هي المسؤوله عن اتاحه ملفات الانجاز لاغراض التحقق الداخلي والخارجي. اللجنه برضو مسؤوله عن التنسيق مع المحققين الداخليين والخارجيين لضمان اجراء عمليه التحقق قبل اعلان النتائج. يبقى هنا الادوار محدده وواضحه قدامنا وقلنا لازم يكون في تنسيق بين رئيس لجنه التقييم والتحقق وبين ال... اللي هم منسقي البر... البرامج لان هو دايما على طوال العام الدراسي والاعمال التقييم المستمره بيتم استلام الملفات وبيسجل اللي هي التقييمات في شيت زي شيت الكنترول بالظبط تاني حاجه بينسق طبعا مع ال... الانترنال المحقق الداخلي والاكسترنال فاير اللي هو المحقق الخارجي اللي هن هو اللي بيتيح لهم الملفات اما يجي المحقق الداخلي او الخارجي ياخد العينه بتاعته هو اللي بيتيح آه للملفات طبعا مش هو اللي بيختار الملفات ليه اللي بيختارها هو المحقق انما معنى الاتاحه يعني بيقول له مثلا دي الملفات البرنامج مثلا فن كهرباء اهي موجوده كلها عندي 40 طالب ب 40 ملف اللي بيختار بقى العينه هو المحقق الداخلي خلال اعمال التحقق الداخلي او المحقق الخارجي خلال اعمال التحقق الخارجي. في سؤال مهم كمان بالنسبه لملف الانجاز. ماذا يحتوي ملف الانجاز الطالب؟ يعني في ايه؟ وبيتم التعامل معه وهل من حق الطالب الحصول على الملف الخاص به؟ بصراحة الملف الإنجاز ده ده عبارة عن الملف بقى السي في اللي خاص بالطالب وبيكون بيشمل على جميع الأدلة الخاصة بالطالب بقى من دليل قلنا زي دليل أداء ودليل المنتج واللي هي الأدوات اللي خاصة بي يعني زي بطاقة الملاحظة والاختبارات اللي هي التحريرية واللي هي البطاقات المنتج دي كلها بيكون موجوده في البورتفوليو بتاعه بتاع الطالب ومن حق الطالب بعد نهايه الفصل الدراسي الثاني في السنه الثالثه ان هو بعدها ب 30 يوم ان هو من حقه ان هو يحصل على ملف الانجاز ده ببساطه اللي هو ملف الانجاز المحقق الداخلي ايه هي المهام الذي يقوم بها طبعا وفق لائحه التقييم والتحقق في مجموعه من المهام اللي هي بيركز عليها المحقق الداخلي انا كمحقق داخلي دوري ايه طبعا انا قلت الموجه في الاول ان هو بيقوم باختصاصاته التي لم تتعارض مع اختصاصات المحقق الداخلي واحيانا بتلاقي في موجه محقق داخلي بس هنا في في ظل الظروف دي لازم يقدر يف... لازم يفرق بين دوره كموجه ودوره كمحقق داخلي. اول حاجه تأكيد صدق وموثوقيه ادوات وقرارات التقييم الداخلي انا عندي هنا في ادوات اللي خاصه بالتقييم زي الاختبار التحريري او بطاقه الملاحظه او بطاقه فحص المنتج. لازم يشوف صدقها وموثوقيتها وفقا لمعايير الاداء مش بس كده بيأكد برضو صدق وموثوقية قرارات التقييم الداخلية اللي هو بيقوم بها المعلم بس بشرط ان هو ما يتدخلش في اعمال التقييم انما هو من خلال العينة اللي هو اخدها بيتأكد بقى ان قرارات التقييم فعلا ان الولد فعلا يستاهل ان هو يكون جدير أو الطالب غير جدير، تاني حاجة التأكد من أن المقيمين يطبقون معايير التقييم بشكل موحد ومتسق، يعني موحد متسق لجميع الطلاب، تأكيد قرارات التقييم التي يتخذها المقيمون قبل إعلان النتائج، قبل ما أعلن نتيجة الطلبة هنا لازم أكد على قرارات التقييم. بشوفها هي فعلا موحدة ومتسقة ولا لا برضو بيتأكد من سجلات التقييم والتحقق الداخلي دقيقة وكاملة عشان لما يجي المحقق الخارجي بيعمل خلال زيارة التحقق الخارجي لازم يجي يلاقي السجلات دي كلها ايه مكتملة يبقى هو لازم المحقق الداخلي الأول يتأكد من سجلات التقييم كلها والتحقق كلها ايه كاملة عندي مثلا حاجه مهمه لو كمان اللي هي تحديد الاحتياجات التدريبيه الخاصه بالمقيمين كمان بيعمل سبورت او زي ما احنا قلنا قبل كده دعم المقيمين من خلال تقديم التغذيه الراجعه والتوجيه المشوره يعني دوره مش مفتش بقى ويتصيد اخطاء للمقيم بل بالعكس ان هو بيدعم المقيمين من خلال تقديم التغذيه الراجعه وبيقدم لهم التوجيه والمشوره شاف مثلا في حاجه المقيم بيطبقها بطريقه غير جيده هو بقى بيوجهه للطريقه الصحيحه حاجه كمان مهمه اللي هي التجهيز والاستعداد لزيارات التحقق الخارجي عندي في زياره خاصه بالتحقق الخارجي هو المحقق الداخلي بيبدا يبدا يستعد هنا ايه لاعمال الزياره سؤال كمان بيقول أنا محقق داخلي وعندي 60 طالب في الصف الثاني وعندي 40 طالب في الصف الأول هل يتم التوقيع على جميع وحدات هنا في يعني بعض الزملاء بتشتكي من الأعداد اللي يعني يقول لي أنا يعني عندي 100 طالب هوقع على ال امتحان و100 بطاقه ملاحظه مثلا عندي او 100 بطاقه فحص يعني هل هوقع لا انا هنا بالاجابه هنا على السؤال انا عندي زي ما انا قلت قبل كده انا عندي بنختار في عينه العينه ديت اللي هي نسبتها 20% العينه اللي انا بختارها هي اللي بيتم التوقيع عليها اما بالنسبه للادوات المفروض ان ايه هي بيتم فحصها من البدايه واتاكد موثوقيتها عادي انما انا بالنسبه للملفات الانجاز اللي انا بختار منها هي اللي بيتم التوقيع ايه بتم التوقيع عليها طيب بالنسبه لانواع الادله التقييم وكيفيه التقييم عن طريقها انا عندي هنا زي ما انا قلت عندي ثلاث انواع من الادله ادله التعلم في دليل الاداء وفي دليل المنتج وفي دليل التساؤل بطاقه الملاحظه دي بيكون التقييم عن طريق ملاحظة ومتابعة المتدرب اللي هو الطالب أثناء تنفيذ المهم، طب أدوات القياس بتاعتها إيه؟ آه وتُعرّف أداة القياس اللي هي الخاصة بدليل الأداء، يعني هي أداة قياس دليل الأداء، بطاقة الملاحظة دي دليل آه دي أداة قياس دليل إيه؟ الأداء، بطاقة عندي المراجعة أو بطاقة فحص المنتج ديت. بيكون التقييم عن طريق مراجعة المنتج والتحقق من جودته وبنقول عليه هي بطاقة المراجعة و بطاقة فحص المنتج دي أداة قياس دليل المنتج بشوف المنتج عندي فعلا وفق المواصفات ولا لا بالنسبة للاختبار اللي هو التحريري ده يكون عن طريق اللي هو بنقول عليه أداة قياس دليل التساؤل اللي هو الاختبار الشفوي او الاختبار التحريري يبقى يعني انا عندي ثلاث ادوات قياس بطاقه ملاحظه بطاقه فحص المنتج الاختبار التحريري الثلاث ادوات قياس دول هما ادوات قياس ادله التعلم الاداء والمنتج والتساؤل اليات بقى التعامل مع الادله قبل تسليمها للجنه التقييم والتحقق يعني انا كمقيم دلوقتي قبل ما بسلم الادله للجنه التقييم والتحقق انا بعمل ايه طبعا انا كمقيم بيتم مراجعة الادلة لكل طالب وبطبقها مع وصف الشاهد اللي هو الفهرس بتاعي ده هيكون في عندك انا كمقيم هتكون حضرتك انت مستلم موجود مع حضرتك في سجل التقييم وفي الفهرس اللي هو وصف الشاهد بشوف بقى ببدا اتاكد من مطابقه بقى التواريخ يعني هتلاقي فيه في داخل السجل في بقى التواريخ الفرصة الأولى وفي تواريخ الفرصة الثانية وفي تاريخ الفرصة الثالثة وضفنا كمان اللي هي الدور الثاني المفروض بنضيفها في السجل عشان يبقى نعرف الولد اللي اللي اجتاز من من فرصة أولى والطالب اللي اجتاز من فرصة ثانية عشان اما اجي نيجي المقيم النهائي يجي يقيم ملف الانجاز طبعا هنا في ملف الانجاز احنا قلنا عليه 100 هقدر افرق بينه بين طالب وبين طالب ازاي ده من خلال الفرصه الطالب اللي خد من الفرصه الاولى طبعا او اجتاز من الفرصه الاولى غير الطالب اللي اجتاز من الفرصه الثانيه غير الطالب اللي اجتاز من الفرصه الثالثه غير الطالب اللي هو كان ليه آه بالنسبه الى آه ليه بل... اللي هو الدور الثاني يبقى هنا بالنسبه للمقيم لل... 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 لازم يتاكد من آه اللي هي مطابقه التواريخ. ده كله بيكون طبعا متسجل بيه دفتر الغياب والطالب طبعا اللي هو اللي استنفذ فرصتين بيتم توقيعه بالعلم آه وطبعا بيختار ولي الامر لازم بيتم عمليه اختار ولي الامر بان ابنه آه لا استنفذ الفرصتين الفرصه الاولى والتانية وليه برنامج علاجي عشان يكون معانا ايه آه موجود عارف ابنه ايه آه وصل ايه هنا بيتم عمل بقى احصاء بالطلبة المؤجلة والطلبة الجديرة والغير جديرة لكل مخرج من المخرجات الكلام ده كله بيتم قبل تسليم الايه ؟ السجلات للجنة التقييم والتحقق المقيم طبعا بيكون عنده علم بالسجلات وبيتم الاحتفاظ بنسخة معاه وبيتم التوقيع على النسخة وبيتم تسليمها للجنة التقييم والتحقق وبتكون معتمدة مع الادلة هل يتم ترشيح المحقق الداخلي من قبل اداره المدرسه؟ مين اللي بيرشح المحقق الداخلي؟ المحقق الداخلي وفق اللائحه بيتم ترشيحه من خلال او من قبل قطاع التعليم الفني بالوزاره بعد حضور التدريب واجتياز الاختبارات وبناء عليه بقى هو بعد ما يجتاز الاختبارات وبيتم تدريبه ده المفروض اللي بيتم بيتم ايه آه على اساسه بيتم اختياره وتكليفه بالتحقق الداخلي وهنا بيكون هنا بتواجد طبعا ثلاث ايام اسبوعيا للقيام باعمال التحقق الداخلي يعني هنا بيكون موجود داخل المدرسه ثلاث ايام ليقوم باعمال التحقق الداخلي واحيانا هنا بيتم التحقق على حسب اعداد الطلبه ما مثلا لو عنده فصل عنده فصلين بيتم عمل التحقق الداخلي طيب هنفترض بقى المحقق الداخلي ده تم تكليفه من 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 نفس المدرسه يعني احيانا بيعجز في المواجهين او في التخصص فبيتم ترشيح المحقق الداخلي من خلال اللي هو المقيم نفسه بس هنا في حاجه مهمه جدا لازم نعرفها انا كمقيم ما ينفعش اتحقق داخليا من شغلي يعني انا ممكن اتحقق داخليا من شغل زميلي وزميلي يتحقق من شغلي انما انا ما ينفعش اطلاقا ان انا اتحقق داخليا من الشغلي ده بالنسبه للمحقق الداخلي هل تقييم جميع التقييم جميع الوحده في وقت واحد يعني انا بقيم المخرجات الوحده كلها في وقت واحد هنا طبعا قلنا للوحده عباره عن عدد من المخرجات يعني احنا بنقيم وفق كل ايه مخرج لكل مخرج هنا خطه زمنيه ليها ميعاد والتقييم كله ما بيتمش زي النظام القديم كده او التقليدي الاولاني كنا بنقيم نجيب الطلبه كلهم ونقيمهم في وقت واحد هنا على حسب الخطه الزمنيه الموجوده عندي وعلى حسب الايه المخرجات هنا لا يجب تقييم جميع الادله والمخرجات في وقت واحد لكن يتم التقييم وفق الخطه الزمنيه والالتزام بها وذلك ينطبق على جميع برامج التعليم الفني في سؤال مهم عندي دليل تساؤل من ضمن مرفقات الوحدة عبارة عن امتحان تحريري من ست صفحات كاملة هل يمكن تعديله؟ يعني هنا أنا ممكن أعدل في الاختبار التحريري هنا أنا ممكن أعدل فيه طبعا بس ما لازم ألتزم بجميع معايير الوحدة وده من خلال مع التعاون مع المحقق الداخلي إنما بالنسبة لبطاقة الملاحظة اللي موجود فيها أنا ما ينفعش أنا أغير فيها حاجة. بطاقة فحص المنتج ما ينفعش أغير فيها حاجة. أما بالنسبة لاختبار التحرير أنا ممكن أغير بعد كده. إنما هتوصل بقى إن شاء الله في يعني بعد كده إن من مهارات المقيم إن هو يقدر يصمم الأدلة بتاعته، يعني مثلا اللي هو دليل التساؤل يصممه بقى ودليل بطاقة فحص المنتج. وبطاقة اللي هي خاصة ب بطاقة الملاحظة بس الكلام ده كله هعدله في ضوء معايير ده ما يخلش بيه معايير الأداء إحنا طبعا عاملين نماذج استرشادية للاختبار التحريري إحنا بنغير فيها طبعا إيه الاختبار اه ما ينفعش كمان إن أنا يكون بالنسبة للطالب الفرصة الأولى والفرصة التانية أجيب الاختبار هو هو اه لا إحنا بنحاول نغير فيه في ضوء المعايير الموجوده عندنا يعني مثلا انا اغير بقى في صيغه السؤال لو كان هو صح وغلط ممكن اجيبه في صوره اكمل اجيبه في صوره اختيار من متعدد بحيث اغير من صيغه السؤال من غير ما اخلي بمضمون السؤال نفسه في مرفق مثلا في الصف الثاني لقسم مثلا تشغيل المطلوب فيه تمرين رسومات للطالب ده سؤال برضو جالنا من بعض الزملاء عنده مرفق في السنه الثانيه لبرنامج فني تشغيل في تم رسومات في بعض الطلاب مش مك او غير مكملين كل الرسومات نتيجه ان هو بيتغيب مره او اكتر هنا السؤال بيقول لو تم رسم كم رسمه هيتم رسمها عشان يقدر ايه يكتس هنا المطلوب كله ان هو يكمل كل اللي هو الرسومات المفروض يرسمها كلها عشان يقدر يكون هنا ايه جدير في هذه الحاله وده بيتم من خلال عامل له تغذيه راجعه وفي تواصل طبعا من خلال تواصل مع اولياء الامور عشان يقدر يعرفوا ايه موقف ابنائهم ايه ايه هو الفرق بين المحقق الخارجي والموجه اثناء الزياره وازاي بيقدر وكيفيه تدوين الملاحظات والتوصيات زي ما احنا قلنا قبل كده ان الموجه دوره واقتصاداته اللي هو التوجيه الفني مختلف تماما عن دور المحقق الخارجي يعني مثلا المحقق الخارجي ما ينفعش يكتب هنا في توصيات خاصة بدفتر الزيارات عشان هنا معاه هنا في حاجة اسمها استمارات اللي هي التحقق الخارجي واستمارات الحصر هو بيتم بيكتب فيها تقريره وبيسلم التقرير دي لجنة التقييم والتحقق فور الانتهاء من الزيارة للجنه التقييم والتحقق الموجوده في القطاع ولو في اي ملاحظات او توصيات بتكتب في الاستمارات الموجه طبعا لو في توصيات بتكتب في دفتر الزيارات بعرفه انما انا مش شرط ان اعرف مدير المدرسه بنتيجه الزياره ايه انما انا بكتبها وبرسلها لقطاع التعليم الفني قطاع التعليم الفني بيدرسها من ثم هو بيخاطب المديريه وبعد كده بتخاطب الايه المدرسه وتقول له توصيات واحد اتنين ثلاثة مهام العضو الفني بلجنه التقييم والتحقق طبعا احنا قلنا من كل برنامج لمشرف المشرف اللي هو الخاص او اللي هو اللي بلجنه التقييم والتحقق ده مسؤول عن استلام الادله من المقيمين وسجل التقييم وطبعا بيفهرسها ده بمساعده العضو الاداري بلجنه التقييم والتحقق ويطابقها بقى ويضعها في ملف الانجاز دور المحقق الخارجي وكيفية القيام بمهامه المشكلة ليه طبعا في مساق إخلاقي لازم يهتم بالمظهر اللاط ليه بيقدم نفسه لمدير المدرسة وممكن بيكون متصل قبل الزيارة بمعرفه بنفسه وبمعاد الزيارة لو في ملفات مطلوبة يجهزها في طلبة مطلوب المدير يجهزها له أي حاجة محتاجة بتواصل مع مدير المدرسة لازم طبعا يكون جاد في عمله وما فيش اي حاجه تقدر تاثر عليه حسن التصرف والتعامل مع المدرسه والعاملين بقى ما يروحش رايح بقى هو يعني هو في لازم يحفظ مظهره بشكله والتصرف بتاعه ما تكبرش على الناس هناك بقى جاي من الوزاره ممثل الوزاره لا لازم يكون في تعامل كلنا في الزملاء مع بعض طبعا الحفاظ على النزاهه والحياديه وسريه المعلومات ما بيعرفش مدير المدرسه ايه اللي ولا العاملين ايه اللي بإيه بالنسبه لتقريره طبعا انا كمحقق خارجي لازم اكون مجهز للسمرات التحقق الخارجي بتاعتي ولازم اكون على درايه كامله بالبرنامج وكون على على درايه كامله بادوات التقييم وعلى على ايه درايه بالاستمرارات التحقق طبعا لازم زي ما قلنا برده يكون عارف ايه الفصول وعدد الطلبه ومواعيد اليوم الدراسي والمقيمين بيه كل وحده، ده بالنسبه لي الدور، طبعا هنا زي ما قلنا ناس بتسأل المتدرب هنا الطالب هنا محقق داخلي محقق خارجي دي بقى العناصر الموجوده عندي في منظومه التقييم والتحقق، عندي لجنه التقييم والتحقق رئيس لجنه التقييم والتحقق مدير المدرسه موجهين للاعضاء. هل يوجد في منهجيه الجدارات وحده مكمله نعم توجد والوحده دي من وحدات البرنامج ودي المفروض ان هو يكتسبها الطالب وما بتشكلش جزء من المنهج ولكن لا يجب ايه تقييمها طبعا تكلمنا عن مفهوم الجدارات مخرج التعلم يعني مخرج تعلم الجمله دي تخبر الطالب بدقه ما ينبغي عليه القيام به ولازم زي يجب ان يكون قادرا على ان يخطط، يعد، يجهز، يجري، يحافظ، يخزن، طبعا اتكلمنا عن معايير الاداء، ادوار بقى ومسؤوليات مدير المدرسه ودي مهمه جدا، لازم يكون مسؤولا عن اداره وتنسيق اجراءات التقييم والتحقق، الاشراف على تنفيذ الخطه الزمنيه لاعمال التقييم والتحقق، التنسيق بين المقيمين والمحققين، متابعه تنفيذ توصيات تقارير التحقق الاشراف على متطلبات ادوات التقييم والتحقق برضو دور مهم من ادوار مدير المدرسه اللي هو تشكيل لجنه اداره التقييم والتحقق بالمدرسه التاكيد على درايه جميع العاملين بمتطلبات التحقق ده يعني لازم يكون في نسخه لائحة التقييم والتحقق الموجودة بالمدرسة لازم يتأكد أن كل العاملين الموجودين بالمدرسة على دراية بها متابعة أعمال التقييم والتحقق الموجودة في المدرسة، طبعا اتكلمنا عن موقف الطالب المتغيب دوت ليه دور تاني لو وحدتين اكثر يبقى راسب وطبعا بعد تسديد الرسوم عدد مرات تقييم الطالب انا عندي هنا في ليه ثلاث فرص الفرصة الاولى خلال اسبوع من تاريخ تقييم ده عدم اجتيازه في المرة التانية ليه مرة تالتة وليه بعدها ايه. اللي هو متم من خلال برنامج علاجي آه كده انا بشكركم آه في نهاية الحلقة وبتمنى ان انا اكون جاوبت على معظم الاسئلة والاستفسارات الخاصة باعمال التقييم والتحقق لبرامج التعليم الفني آه بالمنهجية الجديدة انا سعيد ان انا كنت موجود معاكم النهاردة وان شاء الله يعني هنكون يعني متواجدين مع بعض او في استفسارات وتساؤلات اخرى هقدر اجاوب عليها باذن الله انا بشكركم لحسن مشاهدتكم وبشكر البرنامج ومقدمي معدي البرنامج وكل اللي ورا الكاميرا بشكرهم حقيقي بشكر سلزتي ورؤسائي وقياداتي بقطاع التعليم الفني ان هم دين الفرصه ان اكون متواجد النهارده معاكم من خلال شاشه تلفزيون مصري في النهايه انا سعيد موجود معاكم وبشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته